على كل إن هذا المشروع هذا اللي كنعتبروا انه مشروع ايجابي جدا ومشروع جوهري وهو الاهتمام بالوضعيه الاجتماعيه للموظفين. وهكذا خلقنا روض الاطفال في كل من الرباط وفاس ومكناس وقلميم، والان نهيئ في الدار البيضاء وسنهيئ في مراكش في الاقرب الاجال، وذلك للاهتمام بابناء الموظفين والموظفات اللي غادي يستفدوا من هذه الخدمه هذه باتفاق مع مؤسسة التعليم الأولي. وأنا أعتقد بأنه كلما قدمنا خدمات اجتماعية للموظفين كلما كانت مساهمتهم في السير الإداري وفي وظيفتهم أفضل. لذلك أنا مسرور جدا وأشعر بنشوة كبيرة لنجاح هذا المشروع هذا، وأننا مقبلين على مشاريع مماثلة في كثير من المحاكم والمؤسسات. حسن الدين حران، مدير عام بالنيابة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل. كما شفتوا معنا اليوم، حضرتوا معنا لحفل توقيع اتفاقية شراكة بين المؤسسة المحمدية والمنظمة المغربية للنهوض والتعليم الأولي، اللي كان طمحه من خلال الاتفاقية هو تدبير هذه الفضاءات ودار الحضانة اللي تم إحداثها وتجهيزها بفضاءات العمل. اليوم حضرتم معنا لدار الحضانة اللي كنتواجدوا بها الآن، هي بالإدارة المركزية لوزارة العدل، وسيتم من بعد ذلك زيارة ديال دار الحضانة اللي قمنا بها بقصر العدالة بالرباط. هذه الفضاءات هذه تتسيع لتقريبا أكثر من 40 طفل. كما كتشوفوا هذه الشراكة ستمكن أننا نقوم بالتدبير ديالها بطريقة حرفية، أننا غادي نمكنوا الأمهات والآباء اللي كيشتغلوا في هذه الفضاءات أنهم يطمئنوا على فريدات الكبد ديالهم وأنهم يكونوا بالجوار ديالهم ويراقبوهم. هذا كيعطيهم واحد الاستقرار، وكأنه كنقدروا نربطوا لهم بين الحياة الخاصة والحياة المهنية. وكما شفتوا في التقديم ديال هذا الحفل هذا، أننا كنرتقبوا أننا نعمموا هذه التجربة هذه في باقي الفضاءات العمل، كنعني ان المحاكم او غير ذلك، او مركبات الاصطياف اللي كتوفر عليها في المدن الكبرى. اذا هذا المشروع هذا هو مشروع طموح، كنتمناو اننا بهذه الشراكه هذه اننا ننجحوا فيه ونساهموا باننا نوفروا هذه الخدمه وعده خدمات اخرى للمنخرطين ديالنا. عزيز قيشوح، المدير العام للمؤسسه المغربيه للنهوض بالتعليم الاولي، اليوم نشهد حفل توقيع اتفاقيه هامه جدا هم تسيير وتدبير وحدات لرياض الاطفال، يعني الحضانات للاطفال اللي باغيين السن ما بين 0 و3 سنوات، واللي كيتم الاحداث ديالهم من خلال المؤسسه المحمديه لوزاره العدل في الاداره المركزيه في الوزاره، وكذلك في مختلف محاكم المملكه والادارات التابعه لها. اليوم كاين افتتاح فعلي ديال الحضانه ديال الاداره المركزيه لوزاره العدل، وكذلك محكمه الاستئناف ديال الرباط، وان شاء الله يتبعها وحدات اخرى بشكل تدريجي تشمل جميع المؤسسات التابعه لوزاره العدل الصعيد الوطني. والمؤسسه المغربيه للنهوض بالتعليم الاولي بالخبره ديالها والتجربه ديالها في مجال التعليم الاولي كتوضع اليوم رهن اشاره هذا المشروع هذا الهام جدا اللي كيستهدف جميع الموظفين والموظفات ديال وزاره العدل، باش يستافدوا كذلك من دور حضانه ذات جوده عاليه بكل ما يتعلق بالاجهزه ديالها، ولكن خصوصا بالمكونات يعني بالمربيات والمربيات اللي غادي يشتغلوا فيها، وكذلك البرامج التفتح والابداع ان شاء الله اللي غادي نستعملوا، والادوات العمل والالعاب اللي غادي يستافدوا منها هاد الاطفال، وكذلك الملاحظه ديالهم والتتبع ديالهم باش ملاحظه اي شيء اللي ربما يبان غادي يكون تاثير على المستقبل ديالهم من الناحيه الصحيه او من الناحيه النفسيه ديالهم، باش يتم كذلك التدارك ديال هاد الشيء هذا في يعني في سن جد مبكره. وهذا بطبيعه الحال كيدخل في اهتمام القوي لصاحب جلاله نصره الله في كل ما يتعلق ببناء الانسان والتنميه البشريه بشكل عام. وشكرا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.